السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي مع درس جديد من دروس مادة الفيزياء. احنا كنا شرحنا الدرس الأول عملية القياس وشرحنا كمان صيغة الأبعاد، والنهاردة جايب لكم حل تدريبات الدرس الأول من الكتب الخارجية ومن كتاب المدرسة على هيئة 30 سؤال اختر الإجابة الصحيحة. هنبدأ مع بعض كده. السؤال الأول بيقول: من عناصر عملية القياس أدوات القياس، وحدات القياس، الكميات الفيزيائية المراد قياسها، ولا جميع ما سبق؟ والإجابة هي جميع ما سبق. من الكميات الفيزيائية الأساسية الزمن، السرعة، القوة، العجلة. والإجابة هي الزمن. من الكميات الفيزيائية المشتقة الطول، الكتلة، الزمن، السرعة. والإجابة هي السرعة. تستخدم القدم ذات الورانية في قياس نقط الكتلة، الزمن، الطول. طبعا احنا عارفين الكتلة بالميزان والزمن بالساعة، وبالتالي الطول يبقى بالايه؟ بالقدم ذات الورانية. الإجابة هي رقم جيم. وحدة قياس الطول في نظام جاوس اللي هو النظام الفرنسي السنتيمتر، ولا المتر، ولا الكيلومتر، ولا القدم؟ الإجابة هي السنتيمتر. تقاس المسافة في النظام البريطاني بوحدة نقط القدم، المتر، السنتيمتر. والإجابة هي القدم. السؤال السابع: وحدة قياس الكتلة في النظام البريطاني نقط الجرام، الباوند، الكيلو جرام، الطن. والإجابة هي الباوند. في النظام الدولي يتخذ الأمبير وحدة أساسية لقياس نقط شدة التيار الكهربي، الشحنة الكهربية، الطول، شدة الإضاءة. وطبعا كلنا فاكرين الإجابة هي شدة التيار الكهربي. السؤال التاسع: الوحدة الأساسية لقياس درجة الحرارة في النظام الدولي هي السيليزيوس، الفهرنهايت، الكلفن، الدرجة المئوية. والإجابة هي الكلفن. وحدة قياس كمية المادة في النظام الدولي الدرجة الكلفنية، المول، الكنديلا. والإجابة هي المول. السؤال الحادي عشر: الكنديلا هي وحدة قياس نقط في النظام الدولي شدة الإضاءة، درجة الحرارة، كمية المادة، الزاوية المجسمة. والإجابة هي شدة الإضاءة. السؤال الثاني عشر: وحدة قياس الزاوية المجسمة في النظام الدولي هي راديان، استراديان، ولا الكلفن؟ والإجابة هي استراديان. السؤال الثالث عشر: الراديان وحدة قياس الزاوية المسطحة، ولا الزاوية المجسمة، ولا كمية المادة؟ احنا لسه قايلين الزاوية المجسمة استراديان، يبقى على طول الإجابة هنا الزاوية المسطحة بالراديان. السؤال الرابع عشر:
يتفق النظام الفرنسي جاوس والنظام البريطاني والنظام المتري في أن جميعهم يقيس الطول بالمتر. طب احنا قلنا الفرنسي جاوس بالسنتيمتر، يبقى كده غلط. الكتلة بالباوند، طب احنا عندنا النظام البريطاني بالباوند لكن عندنا بالجرام والكيلو جرام. يبقى هنا كلهم بيتفقوا في ايه؟ ان هم بيقيسوا الزمن بالثانية. السؤال الخمستاشر بيقول واحد من 1000 يمكن كتابتها على صورة، طبعا لما يكون عندك علامة عشرية وواحد من 1000 يعني 3 أصفار، هنا بنعملها ايه؟ بالأسس. طبعا مش هتبقى بأس موجب، لازم تبقى بأس سالب، ومادام واحد من 1000 يبقى الإجابة جيم على طول اللي هي 10 أس سالب 3، لأن 1000 بالموجب معروفة هو 10 أس 3، يبقى واحد من 1000 10 أس سالب 3. السؤال السادس عشر، النانومتر هو كسر وحدة الطول ويعادل قد ايه من المتر؟ طبعا النانومتر ده عبارة عن 10 أس سالب 9 من المتر، يبقى دي الإجابة رقم ألف. السؤال 17 بيقول لي الفيمتو ثانية بتساوي قد ايه مايكرو ثانية؟ طيب الفيمتو ثانية 10 أس سالب 15 والمايكرو ثانية 10 أس سالب 6، يبقى هنا عندنا الإجابة الفيمتو ثانية هتساوي 10 أس سالب 15 ولا 10 أس سالب 9 ولا 10 أس 9 ولا 10 أس 6، والإجابة هي رقم ب 10 أس سالب 9، عشان لما نشيل اللي هو سالب 6 من سالب 15 يديلك سالب 9. إذا كان طول إحدى الموجات 5 أنجستروم فإن طول موجاتها مقدرا بالمتر يكون، هنحول من الأنجستروم للمتر، 5 × 10 أس سالب 6، 5 × 10 أس سالب 10، 5 × 10 أس 6، 5 × 10 أس 10. الأنجستروم بيساوي 10 أس سالب 10 من المتر، ومضروب في 5 يبقى الإجابة رقم ب. السؤال 19 بيقول 1 من 100 ملي جرام يا ترى هيساوي كام جرام؟ 10 أس سالب 5 ولا 10 أس سالب 4 ولا 10 أس سالب 3؟ احنا عارفين الجرام بيساوي 1000 ملي جرام، الملي جرام بيساوي 10 أس سالب 3 من الجرام، لأن معروف إن الجرام 1000 ملي. طب هنا 1 من 100 يعني 10 أس سالب 2 كمان، يبقى الإجابة هي رقم أ 10 أس سالب 5. السؤال رقم 20، المايكرو جرام بيساوي كام كيلو جرام؟ 10 أس سالب 9 ولا 10 أس 3 ولا 10 أس سالب 3 ولا 10 أس سالب 9؟ طبعا الإجابة عندنا هنا رقم أ 10 أس سالب 9، لأن أنت عارف إن الكيلو جرام بيساوي 1000 جرام والمايكرو جرام 10 أس سالب 6، يبقى 10 أس سالب 6، وعندك 10 أس سالب 3 من تحويلك بتاعت الكيلو جرام عشان تحولها للمايكرو جرام، يبقى الإجابة هي 10 أس سالب 9. السؤال 21 بيقول إذا كان حجم كمية من المية 5 متر مكعب فإن حجم المية بوحدة اللتر هيكون 5 ولا 50 ولا 500 ولا 5000؟ طيب احنا عندنا هنا 5 متر مكعب، احنا عارفين ان المتر المكعب بيساوي 1000 لتر. طب انت عندك هنا 5 متر مكعب يعني 5 في 1000، يبقى الاجابة 5000 لتر. السؤال رقم 22، جسم كتلته 2 طن تكون كتلته بوحدة الكيلو جرام كام؟ طيب الطن 1000 كيلو جرام، يبقى 2 في 1000 يبقى 2 × 10 أس 3 على طول، يبقى الإجابة رقم ج هي الإجابة الصحيحة. إذا كان نصف قطر ذرة الهيدروجين 53 من 1000 نانومتر ف
فهذا يعني ان نص قطرها بالمتر قد ايه؟ 5.3 × 10^10 ؟ 11 ولا 53/100 × 10^10 ؟ ولا 53/10^12 متر؟ ولا جميع ما سبق؟ طب يا جماعة احنا عندنا النانومتر 10^(9). وعندك هنا 53/1000 يعني كمان -3، على -9 يبقى -12، يبقى 53 لو خليناها عدد صحيح من غير ما يكون رقم عشري يبقى الإجابة رقم ج على طول، عشان هتبقى 53/10^3 عشان تحولها من 53/1000، ومعاك النانومتر 10^9 يبقى -9 وسالب 3 يبقى مجموعهم كام؟ -12. السؤال 24، إذا كانت الإكس ب10 جرام والواي ب10 كيلو جرام، فإن قيمة الإكس زائد الواي، يعني هنجمع الاتنين على بعض. طيب أنت عشان تجمع الاتنين على بعض لازم تحول ده لده أو ده لده، يعني أنت عندك 10 جرام و10 كيلو جرام، ال10 كيلو جرام يعني 10,000 جرام. طيب ال10 جرام كام من الكيلو جرام؟ يعني هتقسمها على الألف، يبقى 10/1000 يعني 10/1000 يعني 1/100، يبقى هنجمع 1/100 على 10، يبقى واضح ان هي الإجابة رقم كام؟ الإجابة رقم ج. صيغة أبعاد الكتلة، انت عارف ان أبعاد الكتلة اللي هي صيغة الأبعاد بتاعتها اللي هي الام، ام كابيتال. طب تعال ندور على الام هنا، مفيش ام، ده فيها معاها حاجات. طب نشوف مع بعض، هنا الام موجودة ومعاها ال اس صفر وتي اس صفر، اي حاجة اس صفر يا جماعة بتساوي واحد، يبقى كأنهم مش موجودين، يبقى هي دي الاختيار على طول، ما تدوخش نفسك، لان دي مش هتنفع وهنا دي مش هتنفع ودي مش هتنفع. ليه مش هتنفع؟ عشان هنا الام اس صفر بواحد، يبقى الام مش موجودة. طب ده انا عايزها اصلا، يبقى هنا الام في ال ال اس صفر في تي اس صفر هي بتساوي الام على طول. صيغة أبعاد المساحة، معروف إن المساحة بتساوي الطول في العرض، والطول بالإل والعرض بالإل، يبقى الإجابة الإل تربيع. صيغة أبعاد العجلة، العجلة بتساوي سرعة على زمن، اللي هي إيه؟ العجلة إحنا قلنا بتساوي سرعة على إيه؟ على زمن. طيب السرعة بالإل تي ماينس واحد على تي كمان تحت، يبقى هتبقى ال تي ماينس 2، يبقى الإجابة رقم ب. السؤال 28، وحدة قياس الكثافة، احنا خدنا الكثافة اللي هي بالجرام لكل سنتيمتر مكعب او بالكيلو جرام لكل متر مكعب. طيب لكل معناها ايه؟ لو انت حولتها للضرب يبقى هتكون انهي اجابه؟ اللي فيها اس 3 اللي فيها ديت، يبقى الكيلو جرام مضروبه في الام اس سالب 3. السؤال 29 بيقول لي وحده قياس القوه هي النيوتن، وتكافئ كيلو جرام في المتر في الثانيه، ولا كيلو جرام متر ثانيه اس سالب 2، ولا كيلو جرام في المتر تربيع في الثانية أس سالب 1، ولا كيلو جرام في المتر تربيع في الثانية أس سالب 2. طب احنا عارفين ان القوة بتساوي كتلة في عجلة، واحنا لسه قايلين ان وحدة قياس العجلة المتر لكل ثانية تربيع. طيب يبقى معنى كده ايه؟ الإجابة رقم ب هي الكتلة في العجلة، يعني كيلو جرام في المتر في الثانية أس سالب 2. السؤال 30، إذا كانت وحدة قياس أحد الكميات الفيزيائية هي كيلو جرام على متر للثانية تربيع، فإن صيغة أبعادها هتكون، بص كده معايا، الكيلو جرام بالإم، طيب وعلى المتر بدام تحت، يبقى لما تطلعه فوق كده يبقى إيه؟ أس سالب 3 أس سالب 1، والثانية لما تطلعها فوق تبقى سالب 2. طب دور معايا كده، هنا مفيش، وهنا أس 2 بالموجب، وهنا مفيش أس سالب 1، يبقى الإجابة بتاعتك رقم ب هتبقى اللي هي الإم ال ماينس 1 تي ماينس 1، هي الإجابة الصحيحة.
وبكده نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. حلينا مع بعض تدريبات على الدرس الأول القياس وصيغة الأبعاد. انتظرونا في حلقات قادمة كثيرة بإذن الله. كان معكم مستر محمد علي، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.